دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. الحكومة تؤكد أنه لا ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية في 2023. التشريع والرأي يفتي بوجوب عزل الموظف المدان بتعاطي المخدرات. موازنة 2023 ضبط التعيينات الحكومية وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة. وقف ضخ المياه عن مناطق بعمان والزرقاء والبلقاء الأسبوع القادم. عاملون بمشروع مستشفى معان يعتصمون أمام الأشغال. 1.6 مليون سائح زار العقبة خلال 10 أشهر. مغادرة الباخرة المتسببة بتلوث نفطي قبل شهرين في مياه العقبة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.